مباراتنا الرابعة مشاهدي الكرام كانت مع منتخب قطر الشقيق. هذه المباراة كانت هي المنعطف في البطولة، يعني كان يجب على الفريق العراقي أن يفوز في هذه البطولة كي يستطيع أن ينافس على كأس هذه الدورة. والحمد لله انتهت هذه المباراة عراقية بثلاثة أهداف رائعة وجميلة. الهدف الأول للمنتخب الوطني العراقي للاعب حبيب جعفر من ضربة رائعة. مبروك طبعا مشاهدي الكرام، انتم عرفتوا النتيجة وايضا شاهد، لكن هاي لحظات هي حقيقية. هذه المباراة بالنسبة لنا مهمة جدا. والهدف الثاني هدف رائع وجميل بحيث لحارس المرمى ولا المدافعين، يعني حتى حارس المرمى ضع صافن على الكرة. مبروك مبروك المنتخبنا. يعني حارس المرمى والمدافع منتخبنا. يعني هذا الشوط الثاني من مباراتنا امام قطر هو المستوى الحقيقي لفريقنا، هذا هو مستوى كرة القدم العراقية. هذول الواعيبنا يعني هيك لعبهم، ولذلك باولى المباريات اللي لعبها منتخبنا امام عمان، امام الامارات، حتى امام الكويت المباراة اللي فزنا بها، نهائيا ما كانوا لا افراد ولا كمجموعة مستواهم. من ملعب الصايغ ننقل لكم بعض تمارين منتخبنا الوطني العراقي قبل اللقاء المهم جدا اللي شاهدتوه امام منتخب قطر. سريع قام بسرعة، انسى قام سريع قام سريع قام بعد ابني قام سريع، اسحب نفسك راكي اسمك قام قام مثل ما شاهد جمهورنا انه بعض نجومنا برزوا بشكل جيد جدا في دورة الخليج العربي التاسعة، منهم حارس مرمانا الدولي المتألق احمد جاسم. ايضا لتسليط الضوء اكثر على بعض مباريات دورة الخليج وعن مستوى منتخبنا الوطني التقينا بحارس مرمانا. احمد اولا مبروك على المستوى الجيد اللي قدمته، وهذا المطلوب منك وايضا مطلوب من بعض اللاعبين، وان شاء الله يكون مستواك دائما متطور ان شاء الله. فاحمد لو قلنا انه خلال فترة قصيرة استطاعت ان تحتل مكانة بارزة بين حراس المرمى، فاللي سويته أحمد شنو حتى وصلت أو يعني إلى هذه المكانة؟ والله بالحقيقة يعني أهم شيء كانت المثابرة والتدريب، ورغم أن أكون
في مستوى يهن يكون حارس مرمى منتخب العراق. يعني الطموح زائدا التدريب، نعم، زائدا الثقافه العامه، لان الثقافه صار بالنسبه للاعب مهمه جدا صح. نعم احمد، عن اخطر المباريات اللي جرت لحد ما قبل مباراه قطر، مباراه فريق عراقي، نعم، يعني اللحظات الحرجه اللي صادفتها، ما حسيت بلحظه خوف؟ هي لحظات الخوف حتما تمر على اي لاعب بالملعب، خوف مو من فريق معين، لكن الحرص اعتقد الحرص يعني اكثر شيء، نعم، حرص اللاعب على نتيجه المباراه، نعم. بس مباراتنا مع الفريق العماني يعني كانت شويه مباراه صعبه بالنسبه لنا، نعم، لان حسيت ويا مرور الوقت انه راح نفقد نقطه مهمه جدا. ممكن توصل لنا شعورك احمد؟ يعني مثلا انا لو كنت لاعب بالساحه، يعني اللحظات اللي كنت تعيشها، يعني القلق او كنت تتمنى، يمكن انا لو كنت اتمنى اكون مهاجم حتى مثلا، يعني بركه باللاعبين، اللاعبين يعني هم قصروا، بس هاي كرة القدم ونقطة بعد راحت من الفريق، والله كريم يتعوض بالمباراة القادمة. هل تعتقد أن خط هجوم منتخب قطر سيكون عبء ثقيل على دفاعنا؟ لا بالعكس، مو هم عن ذاك الهجوم، يعني الواحد يخاف من عندهم، نعم، لا، وإنه إن شاء الله بإذن الله، يعني جهود فريقنا دفاعنا الصلب، نعم، الميز به، هو ان شاء الله نأدي واجبنا بخير. وهذا شعور حق، وبالنسبة للسعد يعني اللي صار كبير، لدينا مباراة قوية، وأتمنى الناس أن يشاهدوا مباراة جيدة. أيضا اللاعب الكبير منصور مفتاح، ماذا يقول قبل بدء المباراة؟ والله طبعا مباراة قوية، وإن شاء الله أتمنى أن احنا نقدم مستوى يرضي الجمهور من الطرفين، يعني إن شاء الله. عاصرت المنتخب العراقي خلال مباريات كثيرة، أيضا لعبت ضده مباريات كثيرة، فأعتقد شنو اختلاف عن الدورات الباقية؟ والله الاختلاف هو تغيير العناصر فقط، يعني ما في اختلاف، الكرة العراقية هي قوية والفريق القطري كذلك، إنما العناصر هي اللي تغيرت فقط. من سيفوز؟ غير أي لاعب ذو خبرة كبيرة، ما أقدر أتوقع من يفوز، لكن أتمنى فريق يفوز طبعا، يعني كل إنسان أتمنى فريق يفوز، فأتمنى إن شاء الله أن تكون مباراة قوية وعلى قد المسؤولية، يعني إن شاء الله. Thank you.
والله الحمد لله وشكر الله وفقنا يعني بهالهدفين هالين زيادة رصيدنا أولا من النقاط وبالتالي إلى من الأهداف يعني زيادة رصيدنا وإن شاء الله نكمل مسيرتنا في المباراة القادمة إن شاء الله. شكرا لك. أيضا الكابتن سمير يعني هاي فرحة كبيرة لجمهورنا، لكن هاي اللحظات اللي نقولها للجمهور لحظات حقيقية من استاد الملك فهد. بالحقيقة يعني هذا مباراة اليوم وبعد الفوز قدمنا فد هدية جدا بسيطة إلى شعبنا في العراق وإلى الجيش العراقي البطل الذي أربض على الحدود. أنا أهني الجمهور العراقي على هذا المستوى الطيب اللي برز فيه اليوم الفريق العراقي. وأنا أعتقد طبيعي يعني الحقيقة بالفعل يعني أولا لعدة أسباب. الفريق العراقي في بداية المباراة واللي دائما احنا ننظر عنه ونقول أن الفريق العراقي عادة أن أداءه بيقل في الشوط الثاني، اليوم الفريق العراقي ضرب مثل أن هذا الكلام غير صحيح. نعم. ولذلك أولا المدرب عم بابا تغييره كان موفق تماما في عملية فتح الملعب على جناحين، فتح فرصة للاعب اللي هو أحرز الهدف حبيب جعفر. نعم. ثم أيضا ترك حرية لأحمد راضي يتحرك لأن أصبح اللعب دائما يأتي من ناحية الجناحين. شيء ثاني بانت خبرة اللاعبين وبان الحقيقة خبرة اللاعبين مع الوجوه الجديدة مع اللي نازلة. خالد إنه ستة من اللاعبين الأساسيين لم يشارك. أنا عارف اليوم ست لاعبين وبعدين غياب عدنان درجال في الدفاع، لكن ظهر أن الفريق العراقي لديه ذخيرة كبيرة من اللاعبين وثبت أنه منافس عنيد في بطولة كأس الخليج التاسعة، وهذه مو قريبة على العراق لأن العراق أيضا بطل كأس الخليج لمرتين.